لكم أصدقائي ومتتبعي قناة سكويرة الطفل لمرخ معاين في تنسيل مات لميراني كوليج لنمبر فراكسيونير اكزرسيس 11, 12, 13, 15 اي 6. اذا سويفيونو سيفوبلي يلا تبعوا معايا باش تفهموا مزيان للناس اللي ما فاهميش. اذا اكزرسيس 11 ركوبي اي كومبليتي لي زيغاليتي سويفون. اذا غادي نعاودوا نقلوا هاد العمليات وغادي نأتميمو هاد ليغاليتي باش يكونوا عندي العمليات متساوي. اذا هنايا كنلاحظ ان 7 على 8 كتساوي شي عدد على 40. اذا فاش ضربت انا من 8 ل 40 ضربت فاش فواسهم. اذا درت من هنا لهنا الميتيبليكاسيون فوا 5 فوالا. دونك حتى من هنا غادي ندير الميتيبليكاسيون فوا 5. اذا 5 فوا 5 ايغالا 30 35. تري بيان. دونك غنجي ليغاليتي الثانية. اذا من هنا لهنا فاش ضربت في 11 اذا من هنايا ضربت في 11 لان 11 ميتيبلي فوا 2 ايغالا 20. اذا حتى هنا غنميتيبلي في 11 غتعطيني شحال 55 فوالا. تري بيان. دونك 55 غادي نجي ليكسبرسيون سويفون. عندي 0.7. اذا 0.7 بغيت ردها 7 كنضربها فاش في 10 باش الفاصلة كتمشي من اليسار لليمين. اذا لو فيغول كتمشي من اليسار لليمين. اذا هنا ضربت في 10 حتى هنا غنضرب في 10 وتعطيني 25 فوالا. تخي بيان. اذا هنايا ما بقيناش درنا الضرب ولكن شنو درنا؟ درنا لا ديفيزيون. اذا هنا درنا لا ديفيزيون. اذا 28 ديفيزي بار كوا باش تعطينا 4. اذا ديفيزي بار شحال شحال الى قسمنا باش تعطينا شحال؟ جوج. جوج غتعطينا غير 14. عاوتاني جوج فوالا نقولها ديفيزي بار 7. اذا غادي نقسمو على 7 باش تعطينا 4. اذا 42 غنديرو ديفيزي بار شحال؟ بار 7. علاش؟ لان كنديرو ميم نومبر. اذا نفس العدد الى درنا ديفيزي هنايا بار 7 حتى هنا كنديفيزيو بار 7. اذا لا توتال شحال غادي يخرج ليا؟ اذا غادي يخرج ليا باش نكتبو بلون احمر غادي يخرج ليا 6. تري بيان. دونك نمشيو ليكزيرسيس سويفون. دونك اكزيرسيس 12 ميم باج. ايتيل بوسيبل دو تروفي اون فراكسيون ايغال ا 3/8؟ واش يمكن لينا نلقاو شي؟ وي الي بوسيبل. دونك لو دينوميناتور اي ايغال ا 72. اذا المقام واش يمكن لينا نلقاو شي كسر كيساوي 3 على 8 بحيث يكون المقام ديالو كيساوي 72. عاوتاني في الحاله الثانيه بحيث يكون البسط ديالو نيميراتور ديالو كيساوي لنا 30. وفي الحاله الاخيره بان المقام ديالو كيساوي 36. اش خاص نديرو؟ اذا نحاولوا اننا نبينو في متساويه واحده. دونك انا حاولت نخلي لي كونديسيون ديالي. عندي الكسر ديالي هو 3/8. اذا 3/8 باش نخرجو حنا التمرين. اذا قالوا لنا في أق يكون عنده ياش الدينوميناتور 72 غنديرو ايغال الدينوميناتور. اذا خاص يكون المقام ديالو 72. اذا حنا كنقلبو على النيميراتور. اذا فاش درنا الملتيبليكاسيون باش حصلنا على 72؟ اذا قلنا باش نديرو من اللويت حتى 72 درنا الملتيبليكاسيون فوا 9 فوالا. وقلنا الا درنا الملتيبليكاسيون ديال الدينوميناتور حتى هي كنديرو هنا الملتيبليكاسيون فوا 9. اذا 3 فوا 9 ايغالا كومبيان؟ ايغالا 27. تري بيان. اذا لا ريزولتا سي لا 27. هادي بالنسبه لا. دونك هنا لو ا. دابا غادي نمشيو لا ريبونس بي. دونك بي قالوا لينا في البي عندنا 3/8 دائما كنقلبوا على الكسر الذي يساوي 3/8 ايغال. ولكن لي كونديسيون اللي عطانا هنا شنو عطانا؟ عطانا بان النيميراتور كيساوي 30. دونك هنا عطانا 30. اذا حنا كيف العاده اذا باش نلقى انا الكسر ديالي فاش ضربت من هنا لهنا؟ اذا من هنا لهنا ضربت فاش؟ فوا 10 ياك.
اذا من ضربت هنا في وادي السلت حتى غنضرب في واديس شحال غتعطيني 80 تري بيان الله يعطيكم الصحه اذا لا ريبونس هي 80 غنمشي للديرنيير كا ديالي اللي هو سي وقالوا لي بان 3 سور 8 ايغال كومبيان ايغال واحد العدد اللي الدينوميناتور ديالو هو 36 اذا انا خاصني نقلب على هذا العدد عندي دوكا اما ندير 36 ديفيزي بار 8 ونحصل على العدد وندير لو ميتيبليكاسيون فوق او نقلب على شي عدد اللي ميتيبليكي اللي غادي نضربو في لو 8 باش يعطيني لو 36 صافي دونك فهاد لوكا غادي نديرو حنايا 36 ديفيزي بار 8 اذا انا 36 حافيها فيها 4 4 4 تعطينا 32 تبقى لينا 4 كنديرو 0 كنوضعو الفاصله هي عطاتني دونك الملتيبليكاسيون باش نمشي من هنا لهنا دات الملتيبليكاسيون فاش 4.5 فوالا اذا حتى الفوق غادي ندير الملتيبليكاسيون 4.5 برافو اذا شحال غادي يعطيني يعطيني 13.5 دونك غنمشيو ليكزيرسيس سويفون ليكزيرسيس 13 كالكولي اي سامبليفي سي سي بوسيبل الا كان ممكن اذا نحسب وبسيط الا كان ممكن عندنا العمليات ا حتى الاو اذا غنحاولوا اننا نبسطوهم بسرعه لان بحال التمرين درناه في الفيديوهات السابقه ما بقاش نعاودوهم اذا باش نسامبليفيو غادي نحاولوا اننا نسامبليفيو الا كان عندنا العدد بوحديته مثلا 46 غادي نديفيزيها بار 2 32 بار 2 تعطيني هي 23 سور 16 اذا قسمته على 2 بلس 5 سور 9 اذا هنايا اون فا ياش نوحدوا المقام نديروا ميم دينوميناتور اذا اش غنديروا 23 سور 16 غنديرو ليها الملتيبليكاسيون فوا 9 ندير الملتيبليكاسيون فوا 9 بعدا نكملو كتابة بلوس غنحلو ليها لين طويلة و غنديرو 5 كذلك 5 سور 9 غنديرو ليها الملتيبليكاسيون فوا 16 يعني غنضربوها ب 6 فوالا باش نوحدو المقام فواز تري بيان دونك المقام الموحد عندنا غادي يكون المقام الموحد غادي يكون عندنا هو 144 دونك هنا غادي دونك هنا غتعطينا 207 207 207 من جبناها جبناها من 23 في 9 غنزيدو عليها 16 غتعطينا هي 80 فوالا اذا ايغال 287 على 144 وما يمكن ليناش نسامبليفيو لان كيسالي بالعدد وغتبقى لينا هذه هي لا ريزولطا فينال تمشيو عند دونك بي كتساوي اذا غنديروا هنايا الملتيبليكاسيون فاش نوصلوا 24 اذا فوا 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 8 ماشي 9 8 اذا هنايا مباشره غادي نديروا هنايا في 8 8 تعطيني 8 بلس 11 ديفيزي بار 24 انا وحدت المقام هادشي مابقاش نعاودو لان قلنا المره اللي فاتت غادي نخدمو بروفيسيونال نخدمو في السماء هي 19 سور 24 ما يمكن لياش نختزلها اذا هذا هي لا ريزولتا فينال نمشي عند دونك سي عندي هنايا 16 اذا المقام موحد هو 16 ها هو 16 اذا اش غنديرو 8 غنضربوها في 2 و5 غنضربوها في 2 تعطيني هي 10 ناقص 3 تعطيني هي 7 سور 6 فوالا
هادي لا ريزولتا فينال. تنمشيو لعند سي دي. اذا بالنسبه لهاد جوج عمليات راه بحال بحال. اذا ندير طريقه وحده وحده غنصاب وحده ما نصابهاش. اذا نبدا بهادي ديال لو 15 48 فاش غادي نضربها غتعطيني 24 يعني في 4. الا درتي هنايا في 4 غتعطيني 28. اذا حتى الفوق غادي نضرب في 4. اذا هي تعطيني 20 الفوق حيت ضربت في 4 وهادي في 4 تعطيني 28 ناقص 9. نفس الطريقه اللي درت لهادي غادي ندير الاخرى. اذا هي شحال؟ هي 11 سير 40. اذا هادي صابوها نتوما بنفس الطريقه اللي درت انا. اذا في هاد لابارتي غنحاول انني نخلي هادو نضربهم في 10 مثلا. خلي انا ما نحيدش الفاصله غادي نحسبها مباشره. اذا ايغال المقام واحد هو 7 في 15. اذا هنا غادي نديرو 4.5 ميتيبلي 15 ديفيزي على 7 ميتيبلي 15 صافي. دونك انا كان واحد المقام بلس عاوتاني 2.1 ميتيبلي فوا 7 ديفيزي على 15 ميتيبلي فوا 7. فوالا. اذا المقام المشترك عندي هو 105. غادي نشوف دابا البسط. اذا عندي هنايا 67.5 زائد طولو قوس هذا شويه 14.7. اذا التوتال شحال غادي يعطيني على 105 في المقام؟ 82.2. فوالا. اذا هادي هي لا ريزولتا فينال. اذا نمشيو لاخر عمليه. اذا تبعوا معايا هنا شنو غادي نديرو. شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان عندي عندهم المقام هو 11 وهنا ما عنده حتى شي حاجه. اذا غنديرو هذا غادي نقسمو على 11 غنضربو في 11 على 11 صافي. غادي نضربو في 11 على 11 باش يولي عندنا حتى حنا المقام نفس المقام. اذا غنديرو هكا باش نبينوها مزيان. اذا هذا 11 على 11 غتكون فوق 5 مضروبه في 11 زائد 7 زائد 4. كي درت ليها راه باين انا كان واحد المقام اللي عندي مشترك هو 11. اذا قلت هذه ضربتها قسمتها ضربتها في 11 على 11 هي واحد باش تعطيني 5. اذا غنحسب هذه شحال. غنسبق الضرب هو الاول. اذا الضربه هذه الاولى شحال غتعطيني هي 55 زائد 7 زائد 4 مقسومه على 11 مزيان. اذا كتساوي لي هنايا نحسب هنايا 62 زائد 4 اذا كتعطيني 66 على 11 اللي غتخرج لي هي شحال؟ هي 6. دونك لا ريزولتا ديال اش كتعطيني هي 6 حيت غادي نختازلو 66 ب 11. اذا هذه هي لا زيرو ريزولتا فين. اذا نمشيو ليكزيرسيس سويت. ليكزيرسيس 15 كالكولي سو كي سويت. اذا عندنا ا بي سي دي هما دي ديفيزيون. اذا اون فوا لو كالكولي. غادي نبداو لا ديفيزيون كيفاش كنكالكوليوها. شوفوا كيفاش غادي نديرو ليها. اذا عم دابا العمليه الاولى دائما كتكون عندي لا ديفيزيون ملي كنبغي نحسب عددين كسريين قسمة عددين. اش كندير؟ كنضرب في مقلوب العدد. اذا كنخلي العدد الاول اللي هو 2 على 5 وكندير الملتيبليكاسيون. كندير الضرب عوض القسمه كندير الضرب. اذا كيفاش كندير الضرب؟ كنضرب فاش في المقلوب ديال العدد اللي هو 7 على 3 مقلوب ديالو.
إذا هنا كان 3 على 7 ولا 7 على 3، إذا يساوي، كنطبق القاعدة اللي وريتكم المرة اللي فاتت اللي هي 2 في 7 قسمة على 5 في 3. إذا هذا الشيء قريناه الحصة اللي فاتت وشرحناه في التمارين، إذا هي 14/15 وشرحناه حتى للدراري في المجموع. إذا هذا الشيء ما نعاودولوش، نرجعوا ليه الحاجة اللي كنشرحوها باينة، ما نعاودوش نرجعو. إذا نمشيو للإكزرسيس الثاني نفس الطريقة. إذا هاد 3 هي 3 على 1، هذا الشيء قريناه، القسمة غترجع ضرب، والعدد 5 على 6 غيولي 6 على 5، قاعد تقلب. إذا كيساوي مباشرة هو 18/5. مزيان، إذا نمشيو للعملية الموالية. إذا هنا قلنا إيكال، يبقى ليا دائما العدد الكسري الأول ما كنبدلوش، ما كنقلبوش، منين ندير العملية الضرب كنقلب العدد الكسري ديالي. فوالا، إذا هنايا قبل ما نجري الحساب نحاول أنني نقلب على الإختزال. إذا عندي واحد الإختزال ديال 6 مع 3، إذا هنا غيبقى 1 قلنا، وهنا غتبقى 2. إذا دابا غادي ندير الحساب ديالي، شحال غيعطيني هنايا؟ يعطيني 5 مضروبة في 2 هي 10، على 1 مضروب في 11 هي 11. إذا هذا هو الخارج. نمشي دابا للثلاثة ديال ليزيكسبغيسيون اللي باقي ليا. إذا نفس العملية اللي طبقت مع العمليات السابقة غادي نطبقو مع هاد العمليات. إذا 1 هي 1، 1 على 1 باش ما تدوخوش، إذا هي 1 على 1 مضروبة فاش؟ قلنا فاش؟ في 3 على 2. أولا كاع إلا مكنتوش غدوخو خليوها هي النيت، خليوها غي 1، يلاه باش ما نبرسطوكمش، خليوها غي 1 يلاه، وغادي نضربو في المقلوب ديال العدد، صافي. إذا هنا أي واحد، أي عدد مضروب في 1 كيساوي هو نفسه، إذا لا غيزيطا هي 3 على 2. مزيان، تنمشيو ليكزيرسيس اللي من موراه، العملية اللي من موراها. إذا كنلاحظ كيساوي ليا العدد الكسري الأول كنخليه بلاصتو، والعملية القسمة كنحولها للضرب، وكنضرب في مقلوب العدد. إذا هاد العدد كيفاش خاصو كيتكتب؟ كيتكتب 2 قسمة 1، إذا المقلوب ديالو هو 1 على 2. كنكتبها لكم انا بالاخضر باش تبان. اذا هي 1 على 2 هو المقلوب ديال العدد 2. مزيان، اذا يساوي شحال عندنا؟ اذا 5 في 1 هي 5، 8 في 2 هي 16. اذا هذه لا ريزولتا فينا. مزيان، نبقى لنا العمليه الاخيره. ملي كيكون عندي عدد عشري كيفاش كنتعامل معاه؟ اذا العدد العشري شنو هو؟ هو قسمة ديال 23 قسمة 10. إذا 23 قسمة على 10 غتعطيني 2.3، قسمة كنحولها ضرب، كنضرب في المقلوب ديال العدد كيولي عندي هو 4 على 7. إذا تتساوي، إذا قبل ما ندير دائما الحساب كنشوف واش عندي شي اختزال. إذا عندي واحد الاختزال ما بين 4 و 10، إذا نقسم هنايا بجوج وهنايا بجوج، غتبقى ليا هنايا 5، وهنا غتبقى ليا 2. دابا غنجري العملية ديالي، 23 في 2 كتعطيني 46 قسمة على 35، حتى العملية ديالي انتهت. إذا نمشيو لإكزرسيس 16 والأخير. إذا إكزرسيس 16، lors d'un tournoi spécifique au tir de vue, on a enregistré les résultats suivants. Nabil a enregistré 10 tirs sur 20. Shérif, on a réussi 16 tirs sur 18. Ghalia, on a réussi 13 tirs sur 20. Et Shérif, on a réussi 11 tirs sur 18. Et donc, donnez les classements des buteurs. Et donnez le في واحد التورنوا شاركوا التلاميذ، تورنوا ديال الاهداف مباراة. اذا نبيل ماركا 10 ديال البيوتا من 20 قذفه، شريف ماركا 16 بيت من 18 قذفه،
غيتا ماركة 13 بيت من 20 قطفة، وشرف ماركة 11 بيت من 18 قطفة. إذا خاصنا نعطيو شحال الكلاسمو ديال هاد ديال اللعبة. إذا نحاول أنني نتراسي لكم واحد الطابلو باش نهضرو فيه. دونك أنا حاولت أنني نحتفظ بالمعطيات ديالي. دابا لافراكسيون، شنو هي لافراكسيون؟ هو العدد الجزئي قلنا عليه العدد الكلي. اذا نبيل العدد الكلي ديال الضربات شحال عنده؟ 20 مزيان. اذا غنديروا هكا ونديروا العدد الكلي ديالو هو 20 ضربه. اذا فهاد 20 ضربه شحال ماركه؟ ماركه 10 ديال الضربات. صافي، هذا هو العدد الكسري. مزيان، غادي نمشيو عند شريف. شحال عنده العدد الكلي؟ 18. مزيان، اذا ها 18. وشحال ماركه؟ ماركه 16. مزيان، حيت دابا فهمتوا كيفاش كنجبدوا العدد لي نومبر فراكسيونير. دونك كنجبدوا لا توتاليتي ديال لي بياس عنده، مثلا غاليه عندها 20، اذا 20 تير، ولكن شحال ماركات غير 13 بيت. غنمشيو عند شريف، عنده لا توتال ماركه 11، ولكن لا توتال ديال لي بيت عنده هو 18. مزيان، اذا لاحظوا معايا واحد الملاحظه، بغينا مثلا نديروا لهم الكلاسمون، اذا نقارنهم شنو خاصنا نديروا؟ خاص يكون عندنا ياش ميم دينوميناتور. الا بغينا نقارنهم خاص يكون عندهم نفس المقام. اذا مباشره هنايا غيتا راه هي كبيره على نبيل. علاش؟ لان غيتا ماركه 18 على 20، وهنا 18 هنا عاوتاني عندنا الشريف كبير على غيتا، لان العدد الكسري فوقاني حنا هضرنا على المقارنه. اذا هنا باش نقارنهم خاصني ندير المقام الموحد ديالي، يعني نقلب على شي مقام موحد بيناتهم كاملين. اذا المقام الموحد ديالهم هو غنديرو هو 180، عندنا 18 وهنا عندنا 20، نديرو مثلا 180. مثلا 180، اذا غندير هذا العدد غادي نحولوه 180، شحال غيعطيني؟ اذا فاش غنضربو هنا باش يعطيني 180 غنضرب في 90. اذا 90 تسعود، ماشي تسعود، تسعود غنضرب في تسعود. هنا تسعود غتعطيني 180، تسعود ديال العشرينات هي 180. اذا هنا 180، درت الميتيبليكاسيون فوا ناف، من هنا لهنا درت فوا ناف. اذا انت هنا غنضرب وغتعطيني 90. هنايا فاش غنضرب؟ غنضرب فاش؟ في 10. 180 بغيت انا، عندي 18 وبغيت 180، غندير الميتيبليكاسيون فوا 10. اذا هنا 180 وغادي ندير الميتيبليكاسيون فوا 10 لتحت والفوق وتعطيني 160. مزيان، إذن هنايا نفس الطريقة غنضرب في تسعود وغتعطيني 180. هنا 117 فوالا. إذن هنايا غنضرب في 10، إذن عندي 110 على 180. مزيان، دابا يمكن ليا ندير المقارنة لأن عندي ميم دينوميناتور كاملين. اذا يمكن ليا نقارن. شنو قلنا على المقارنه؟ اذا المقارنه قلنا اللي عنده المقام كبير هو الكبير. اذا فينا هو، شكون هو الاول؟ اذا الاول هو شريف. اذا اول واحد هو شريف، عنده المقام 160. اذا هذا هو اول واحد. دابا كنعطيو الكلاسمون. ثاني واحد 117، ثالث واحد 110، واخر واحد هو نبيل في كلاسمون 4. كنتمنى ان ليكزيرسيسات داتو بخير وعلى خير. يعني ما تنساوش انكم ديروا لنا واحد لايك تحفيزي. خليكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.